السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن كام حدث بيربطهم حاجة واحدة. البني آدمين لازما في حاجة تحكمهم وتحكم رغباتهم. لو مشيناها ان احنا اللي يحكمنا الاراء، يعني رأيك ورأيي ورأي محمد ورأي محمدين ورأي عوض ورأي عوضين، مش هتمشي الدنيا. كل واحد بقى له رأي، واحنا قلنا معلش في الكلمة نقص، مش حد فينا عقله كام. فايه الحاجة اللي ممكن تحكمنا وتمشي امورنا، وايه هو الحق المطلق؟ ايه هي الحاجة اللي فعلا نقدر نمشي عليها امورنا ونقدر نتحاكم بيها من غير ما نظلم بعض ولا نظلم نفسنا؟ الحاجة دي هي الدين. في كتاب العادات السبع للمراهقين الاكثر فعالية، شينكوفي قال كلمة حلوة، قال انك لازم تخلي ليك مبادئ ثابتة ما تغيرهاش مهما حصل. قال مثلا الصدق والامانة والوفاء بالوعد، وقال على حاجات تانية كتير. قال ان دي مبادئ لازم تثبتها في حياتك عشان تمشي عليها. احنا عندنا مبادئنا اللي ربنا نزلها لنا ونزلها على سيدنا محمد، واللي مكتوبة في القرآن وفي السنة النبوية اللي هي ديننا. هي دي المبادئ اللي هنمشي عليها. اول حاجة هتكلم فيها النار كابتن ياسمين. بسرعة البرق كابتن ياسمين انتشرت في موقع التواصل الاجتماعي، بقت مغرقة منصة الفيس والتيك توك، وبعد كده ظهرت في الاعلام. دايما الحاجة الشاذة او الحاجة اللي احنا مش متعودين نشوفها هي اللي بتنتشر. هتكلم في الموضوع من ناحيتين، زي ما قلت لك الناحيه الدينيه اللي هي اهم حاجه، المعيار اللي احنا هنمشي عليه النهارده هو ديننا. هتكلم بقى في الموضوع ده من ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام قال: لعن الله الرجل يلبس لبسه المراه، ولعن الله المراه تلبس لبسه الرجل. اللعنه والطرد من رحمه ربنا. نصيحه من اخ لخت، احنا في الايام دي احوج لرحمه ربنا، لان احنا ذنوبنا كتير، فاحنا لو اتحاسبنا بعدل ربنا معروفه نصيرنا هيبقى عامل ازاي، فاحنا محتاجين رحمه ربنا. فحاولي ما تخسريش رحمة ربنا عشان الناس اللي بتفهمك الوقت ان انت صح. احب اقولك دنيويا ان انت غلط. عايزك تشوفي الرجالة اللي بتقلب ستات زي الكيكة، عارفين الكيكة؟ يا جماعة اقسم بالله اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ذكر، ما اقدرش اقول عنه راجل، بس انا كررت كلمة راجل في الفيديو كذا مرة يعني من غير قصد. الراجل ده ايه رأيك فيه؟ لو انت اللي عملتيه دي مش غلط، الراجل ده ايه اللي عمله غلط؟ الراجل حول نفسه واحدة ست عشان يجذب الجمهور، وحصل وجذب الجمهور وجاب فلوس. ايه الغلط اللي عمله؟ ما هو لو مشيناها اراء، انت رايك اللي انت بتعمليه مش غلط، هو عامل زيك بالظبط، هو مش غلط. انما لو مشيناها دين، انت غلط وهو غلط. بلاش تجري ورا تسقيف الناس، الناس هتنساكي مع اول ترند بعدك على طول. وبعدين برضو الناس بتشجع وتقول ان هي يعني بتشتغل ومش محتاجة حد يصرف عليها، مش عشان تبقي ست وتعرفي تشتغلي انك تبقي زي الرجالة. لا، في دكتورة محترمة اسمها الدكتورة ابتسام القاضي، ودي طبعا انفلونسر كبيرة على الانستجرام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما شاء الله عليها، ان شاء الله عملت براند اسمه البيسي واسع، ما شاء الله عليها. عشان تبقى ست ناجحة ما عملتش حاجة شاذة، فضلت زي ما هي وبرضه بقت ست ناجحة. في الاخر احب اعرفك ان لو مشينا بالاراء، في ناس هتقول لك كابتن ياسمين صح، في ناس هتقول كابتن ياسمين غلط، والناس اللي قالت ان كابتن ياسمين صح طبعا فيهم هيقول الرجاله اللي زي كيكه وبيقلبوا نسوان دول غلط. ليه انت بتقول على دي صح وده غلط؟ ما عندكش معيار، ما عندكش حاجه تحكمك، ما عندكش مبدا. من الاخر لازم يبقى في مبدا تمشي عليه طول الخط، ما تغيرش مبداك عشان حد. طب المبدا ده ايه؟ اتفقنا ان هو دين، هو دي المبادئ اللي هنمشي عليه. وزي ما قلت لك ديننا بيحرم الموضوع ده، بل بيعتبره من الكبائر. تاني موضوع حابب اتكلم فيه النهارده، بنت استخارت ربنا عشان تخلع الحجاب. قلت خلاص قبل ما اخد القرار، وجالي علامات يعني ان انا في الحجاب وكده. غالبا كل واحد فينا شايف نفسه صح وما بيحبش يقول ان هو غلط. اوحش حاجه انك تتألى على الله، تقول الحاجه اللي انت بتعملها غلط انها صح. ازاي تستخير ربنا في امر هو امرك بيه؟ عمرك شفت حد بيستخير ربنا انه يشرب خمره؟ عمرك شفت حد بيستخير ربنا انه يسرق حد؟ عمرك شفت حد بيستخير ربنا انه يزني؟ عمرك شفت حد بيستخير ربنا انه يسيب الصلاه؟ كل ده كلام فارغ. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الاحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. يبقى عندي دلوقتي ان الحجاب بقى فارغ، ما اروحش استخير ربنا ان انا اخلع الحجاب. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. ربنا ما بيامرش بالفحشاء. وانت صليتي استخاره، طلعت عرفنا احنا كجمهور ليه، احنا لازمتنا ايه في الموضوع. اعملي الغلط وقولي انه غلط واستغفر ربنا، جايز ربنا يرحمك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه ان الله غفور رحيم. لما تعمل حاجه غلط ما تروحش تقول ده انا استغفرت ربنا عشان اعرف اعملها. نصيحه مني، محدش يعمل زيها، وما تستخرش ربنا في حاجه هو نهاك عنها.
لان انت كده دخلت ايات الله غزو. ايات ربنا واضحه بين الحرام والحلال. انت جاي الدنيا عشان ايه؟ تعمل الحلال تبعد عن الحرام، فما تروحش تستخير ربنا انك ايه تعمل الحرام. الحاجه المشتركه بين البنتين دول ان هما اتشهروا اسرى كلام شاذ او فعل شاذ، واكيد اللي يدور على رضا الناس الناس في الاخر هتنساه. نصيحه مني، دور على خلق الناس وفكك من الناس. احب اشكر اللاعب السنغالي اللي رفض ان هو يلبس علم المثليين، احب اشكر اي واحد ياخد موقف ضد المثليين. انا مش عارف ايه كميه الحزق الرهيبه اللي هما بيعملوها عشان يدعموا المثليين. انا ما شفتش حزق في حياتي للدرجات، حاجه فظيعه كميه الاعلانات، كميه الحزق عشان يبينوا ان هما جماعه طبيعيه، وهما مش طبيعيين. انت عارف هما لو طبيعيين فعلا واحنا ظالمينهم ما كانش حصل كل الحزق ده. مش عارف بقى والله هم عايزين فعلا ينشروا الموضوع ده ليه، انا فعلا مش عارف هم عايزين ينشروا الموضوع ده ليه. مسلسلات وافلام واعلانات، دخلوا في الكوره ودخلوا في السياسه ودخلوا في كل حاجه. عملت حلقه قبل كده بتكلم فيها عن الموضوع ده، هسيبها لك تحت في الديسكريبشن لو حابب تتفرج عليه. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه عشان نوصل ان شاء الله ل 500 مشترك، واعمل لايك للفيديو وشيره. السلام عليكم ورحمه الله.